من دولة الجمهورية وسلطة البرلمان إلى دولة المشرف الذي بات رمز الدولة، كيف يناقش البرلمان الإهانات المتوالية لأعضائه؟ ما هي مخاطر انهيار فكرة الدولة وقوانينه الناظمة؟ وماذا عن تجييف مؤسسات الدولة لصالح سلطة الميليشيا؟ أهلا بكم. تبع أي مشرف أنت؟ بلغة مهينة وجارحة يتم إهانة أعضاء مجلس النواب بصنعاء واحدا تلو الآخر من قبل ميليشيا لا تعترف بأي أحد من خارجها. مجلس نواب الانقلاب كيف أصبح يعيش حالة من الاستلاب ويعجز عن اتخاذ موقف ليس لحماية البلاد وقوانينها الناظمة، بل تعد ذلك إلى عجز عن حماية أنفسهم. هذا الانزلاق الخطر يصب في خانة الإهانة والابتذال لأشخاص ساهموا بصورة أو بأخرى في إهانة الدولة وأبرز مؤسسة تشريعية، سواء بقناعة أو بإكراه. فمجلس النواب الذي أصبح مجرد أداة لغسل جرائم الميليشيا أمام اليمنيين بات مسلوب القرار، فكيف يتلقى أعضاؤه الإهانات واحدة تلو الأخرى؟ هل تمكن الحوثي من بناء سلطته وبات هذا الشكل هو شكل دولة الحوثي الأخير؟ كيف اليمنيين أن يقبلوا بتسوية سياسية أو سلام محتمل مع ميليشيا لا ترى في البلاد إلا مصالح منتسبيها؟ نصل للنقطة بيقول لك أنت ما قلنا عضو مجلس النواب، قال بأي جبهة؟ قلنا العضو مجلس النواب، قال استأذنت من العمليات في دائرة نفسها. هذا ما وصل إليه حال أعضاء مجلس النواب اليمني، وهو السلطة التشريعية للدولة في العاصمة صنعاء المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي. اطرح سلاحك وخبرتك، اين البطاقه افرادك؟ قلنا يا اخي عضو مجلس النواب، واحتراما للنظام والقانون يجلس اكثر من ساعه. احتراما للنظام والقانون، وهو يدرك انه لا نظام الا نظام الميليشيا ولا قانون الا قانون الغلبه. هذه طبيعي جدا ان تكون نتيجه كذا، طبيعي جدا ان تستباح املاكهم وتستباح منازلهم وتستباح كذا، لانه لا يوجد رجع اصلا. توعية قانونية ما فيش، بيدرسوا الملازم. ملازم مناقض للدستور والقانون أن يتم تدريس الملازم في أجهزة الدولة، ويفترض أن يكون هناك توعية قانونية لأفراد القوات المسلحة والأمن. نقطة النظام لحظة. أعترض على الكلام الذي قاله الأخ أحمد سيف حاجت في كلمة الملازم. هذه أشياء أخرى ولا تدرس بالمعنى الذي يقول عليه، وعليه أن يسحب كلامه. معاناة من تبقى من أعضاء مجلس النواب في صنعاء تتجاوز صلف تعامل ميليشيا الحوثي في النقاط والطرق، فما إن ذكرت ملازم السيد حتى انبرت لغة التهديد تخرس أصوات القاعة تحت قبة البرلمان. لكن هذا ليس كل شيء، فقد بلغت الإهانات مبلغها، وكثير من البرلمانيين قدر له أن يبتلع تلك الإهانات حفاظا على رأسه. هل هذا الوضع ممنهج ويريدون إدلال السلطة التشريعية بهذا الأسلوب؟ لا حصانة لهم أمام سلطة المشرف، ولا صوت يعلو فوق صوت المشرف، ولا قوة تغلب قوة ميليشيا السيد. هذه صنعاء إذن بعد أن استحوذت ميليشيا الحوثي على القرار وإدارة الدولة. بات المشرف يستمد قوته من قوة البطش لا قوة القانون، فميليشيا الحوثي جماعة لا تعترف بأحد من خارجها أو سلطة تعارض أهدافها. هذا حال أعضاء مجلس النواب في صنعاء، المجلس الذي شرع للميليشيا جرائمها بحق اليمنيين بات مسلوب القرار، وأصبح أعضاؤه يتلقون الإهانات تلو الأخرى. لكن ما هو أخطر من ذلك بحسب مراقبين هو انهيار فكرة الدولة وقوانينها الناظمة أمام التجريف الممنهج لمؤسسات الدولة لصالح سلطة الميليشيا بعد أن تمكن من بناء سلطته، وبات ما يبدو عليه الوضع في صنعاء يمثل شكل دولة الحوثي الأخيرة. يتساءل اليمنيون عن كيفية التعامل مع سلطة ميليشيا الحوثي في حال التوصل إلى تسويات سياسية أو أي سلام محتمل. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور. أهلا بك معنا في هذه الحلقة أستاذ شوقي. ربما لو بدأنا بما نشرته اليوم في صفحتك حول ما يتعرض له أعضاء مجلس النواب من إهانة في صنعاء من قبل المشرفي الحوثي. شكرا جزيلا. بسم الله.
بداية أريد أن أذكر بحقائق فيما يتعلق بمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب المتواجدين في صنعاء. العدد ربما لن يعني يتفاجأ أحد إذا قلت أنه لا يزيد على 20 عضو فقط. المتواجدون في المجلس الذين يحضرون الجلسات لا يزيدون على 20 عضو، ولهذا أنا أتحداهم يصوروا الوجوه، أنا أتحداهم يمروا على الوجوه لنعرف من يلتقطوا التقاطات عن بعد، يلتقطوا أشخاص موجودين لكنهم يكثرون العدد بآخرين. يزيد العدد إلى 50 أقصى شيء عندما تصرف مرتبات وبدلات وإلى آخره. لماذا؟ لأن كثير من النواب، أغلب النواب خاصة بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح، قاطعوا مجلس النواب تماما. كانت كتلة الرئيس علي عبد الله صالح نوعا ما هي التي كانت تغطي، هي الأكثر عدد. نعم، ولكن بعد أحداث ديسمبر 2017 تسلل من استطاع أن يخرج مغامرا بحياته، وبقي من لم يستطع الخروج. وهل يستطيع رفض حضور الجلسة؟ الأمر الثاني سأتي إليها. الأمر الثاني، النواب المتواجدون هناك، أجزم كمعلومات وليس تحليل، هم تحت الإقامة الجبرية، مهددون، مراقبون، بل عاملين لكل نائب ولكل مسؤول مسؤولي خاصة من بعد أحداث ديسمبر مرافقين عبارة عن عيون لميليشيا الحوثي، يراقبونهم في دخولهم وخروجهم. ويقول لي أحدهم، قال والله لا يفارقني إلا في غرفة النوم فقط لا غير، يعني حتى على مستوى البيوت. أنت تعرف بيوت اليمنيين خاصة بيوت المسؤولين المقيل وإلى آخره، يعني الجزء العائلي محصور لكن بقية الجزء، ولهذا لا يستطيع مطلقا أن يخرج أو يدخل. وقد أعيد نواب، وأنا لولا أني لا أريد أن أكشف أسماءهم، أعيدوا من بعض المنافذ عندما أرادوا الخروج. بعض النواب من بينهم رئيس المجلس سابقا طبعا النائب حراعي، كان أراد أن يخرج في سفرة من السفرات، مؤتمر من المؤتمرات، أذن له بالخروج، فأراد أن يصطحب عائلته فرفضوا. فهم تحت الإقامة الجبرية وممسكين عليهم كثير من الرهائن. هذه فيما يتعلق ب هذا حقيقة الوضع في مجلس حقيقة طبعا. النقطة الثالثة، الإجابة على سؤالك، هل يستطيع الرفض؟ في الجلسات العادية يستطيعون أن يغيبوا ويتغيبوا. في الجلسات التي يريدها الحوثي، إما لوجود أحد الأشخاص الدوليين أو لإرسال رسالة أو إلى آخره، يستخدمون معهم طريقتين. الطريقة الأولى هي الإغراء، وناس بلا مرتبات طبعا، تصرف لهم من ربع مرتب، من نص مرتب، وسياسة منهجة ليس فقط من التحالف، الحوثي يمارسها بامتياز والتحالف يمارسها أيضا. الجيش الوطني الآن 10 أشهر لا يستلمون المرتبات، وحدات من المناطق لا تستلم لها 10 أشهر وبعضها 8 أشهر، بينما في نفس المنطقة كتائب معينة في مناطق أخرى تستلم. سياسة إذلال واضحة. أعود، يستخدمون معهم طريقتين، إما طريقة موضوع المرتبات، وهذا يأتي بالناس كلهم، فإذا لم ينفع أو يبدي يأتون به بقوة، لأن التهمة جاهزة، لديهم التهم جاهزة، أنه كشف بأنه يتواصل مع التحالف، مع العدوان، مع ما عدا نائبين أو ثلاثة، ربما يعني يعفوهم أحيانا من بعض الخروج لاستخدام آخر. فإذا هؤلاء النواب في وضع إقامة جبرية، اختطاف، لا يزيد على أصابع اليد الذي سأقول أنهم نواب متماهين معهم، الذين أحلوهم في الدوائر التي استبدلوها بدل بعض النواب الذين أعلن وفاتهم وإلى آخره. لكن إذن المجلس مختطف، المجلس مختطف تماما. ولو كان لديهم نصاب، ولو كان لديهم عدد فوق 50 لا ضجوا به العالم، لشغلوا به الناس، ولا استدعوا سفراء الدول يحضرون الجلسات. نعم، لو عدنا لنقطة الإذلال والإهانة التي يتعرض لها أعضاء مجلس النواب في الوضع الذي تتحدث عنه، يعني
من الطبيعي أن يتم معاملتهم بهذا الشكل من قبل المشرف الحوثي، ولكن أستغرب مناقشة هذا الأمر في إحدى جلساتهم. من حيث المبدأ مناقشتها في المجلس ظاهرة صحية، وأنا أشكر النواب الذين رفعوا أصواتهم. لو لاحظتي نواب بلعوا ألسنتهم لا يستطيعون أن يتحدثوا بشيء. هؤلاء النواب مشهورون، لا يقول لي أحد أنهم يؤدوا دور أنهم في معارضة وأنه صوت، لا ليس صحيح. هؤلاء بلغ بهم الوجع، ولهذا ستلحظي النائب الذي بدأ الحديث بدأ ثم عاد ليشكر وزير الداخلية وأن هناك مجموعة من الأفراد ثم توجع. النائب الآخر الذي تحدث في موضوع الإذلال كان صادقا. يتعرض أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة الذين هم من فئة علي عبد الله صالح، يتعرضون لأبشع أنواع الذل والإذلال والإهانة، يصل بهم إلى اللطم، يصل بهم إلى الإهانة، يصل بهم إلى التهديد بالقتل. يعني أحد النواب، أنا يعني ليعذرني السادة والسيدة المشاهدين لا أستطيع أن أذكر أسماء لأني سأتسبب عليهم، يعني أحد النواب بدأ يناقش بعض القضايا التي تعتبرها ماليشيا الحوثي أنها ليس من حق أحد إلا من حق الولي الفقيه العايش في السرداب، لأن سأتي إلى نقاط لماذا كل هذه السياسات. فهدد بالتصفية بأنهم هكذا قيل له، وصلتنا معلومات مؤكدة بأنك تتواصل مع العدوان، ولولا أن هناك من تدخل وكذا فوصلت الرسالة تماما أنه سيصفى. ولهذا يتعرضون للضرب، للإهانات. ليلي رأيت النائب كيف قال أنه وقف في نقطة من النقاط، استبعد تماما الشرطة الرئيسية اللي تبع الأمن المركزي وتبع استبدلوا هذا، وإن وجد في بعض النقاط لا يسمح لهم مطلقا بأي تدخل فيما يتعلق ب يعني قرار هذه النقاط. يتعرضون لكثير، يتعرضون للتهديد بأولادهم، التهديد بأسرهم، التهديد. والله أنهم يعانون معاناة، يخبرنا بعض الزملاء الذين استطاعوا أن يخرجوا في لحظة معينة بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح، بما يعني يشيب له الولدان من الإذلال ومن القهر ومن. لا أستبعد مطلقا ولا أستغرب. هي بالأخير جماعة سلالية ميليشيا، هي بالأخير استراتيجيتها الكبرى حكم إمامي متلبس ببعض اللبوسات الجمهورية. سيبقون مجلس نواب لكن لن يكون مطلقا بعد أن يحلوا، لأنه في عندهم من ضمن استراتيجياتهم استراتيجية الإحلال على مستوى المعلمين والمعلمات في المدارس. يفرحوا فرح إذا غاب فيحلوا بدلهم. نفس الكلام يمارس في، ولولا أن مجلس النواب تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، لأنه مجلس معروف أعضاؤه من، لكانوا قد أحلوا 301 من ميليشياتهم. إذن هذه سياسة واضحة تماما في أنهم الإحلال، سحب السلطات الرسمية على غرار الولي الفقيه. يعني تابعوا ما يحصل في العراق، الحكومة، البرلمان، الكاف، ثم أتي ويقال لك المرجعية قررت، المرجعية قالت. يراد لليمن أن يحكم بآلية سلالية مليشاوية على غرار الولي الفقيه، سواء بسواء نحكم من سرداب، نحكم من غرفة مرة. يعني معلش ولو خرجت إلى موضوع العراق، من يؤكد لي أن السيستاني هذا شخصية موجودة وأنه حي وأنه 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 هكذا؟ أنت تحكم بالمخابرات، العراق تحكم بالمخابرات الإيرانية، ويراد لليمن أيضا أن تحكم بالمخابرات الإيرانية بأدواتهم السلالية الميليشياوية. نعم. إذن ما هو تفسيرك لكل هذه الإهانات التي يتعرض لها أعضاء مجلس النواب، وهم يعتبرون يعني يفترض أن يتم معاملتهم بطريقة أفضل لكي يكسبوهم على الأقل؟ يعني لما تعادي؟ لا، استراتيجيتهم ليست بهذا المنطق. هذا المنطق راقي، أن يعاملوا معاملة جميلة لكي يكسبوا. هم يعرفوا أن كثير من هؤلاء النواب لن يكسبوا بأي إغراء من الإغراءات ما لم يكن الإذلال. هذا الأمر الأول. الأهم من ذلك أنها استراتيجية قائم يقتقوم عليها ميليشيا، هذه الميليشيا في الإذلال والقهر. ما فيش حاجة اسمه أكسبه، لا، أقهره، أذله، أمسح به البلاط كما يقال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو نوع من أنواع إذلال مؤسسات الدولة الشرعية. البرلمان بالأخير يا أستاذة يمثل واجهة من واجهات الدولة، من واجهات الجمهورية، من واجهات الديمقراطية، من واجهات المدنية والتحديث. هم يعني مشروعهم
إعادة الحكم الإمامي، ولكن ليس كما كان يحكم الإمام أحمد والإمام حميد الدين والإمام يحيى. هم يريدون تلبيسها بما يسمى برلمان، بما يسمى، لكنه فاقد الصلاحية تماما ومسلوب الإرادة تماما، وينتظر التوجيهات. متى سيبدأ نوعا ما يعاملهم بشيء من بعد أن يتأكدوا من أنهم أحلوا كل عناصرهم في مجلس النواب، وهم ساعون في هذه الاستراتيجية، خاصة أن بعض الجهات والمجتمع الدولي للأسف يطرح حلول ما يتعلق بمجلس تشريعي يكون للحوثيين 25% أو الجزء المعطل، فهي نوع ما من الاستراتيجية القادمة. ولهذا هم نوع من تطفيش الأعضاء القدامى الذين لا يستطيعون أن يكسبهم، إما أن لا يكون سلالي، لأنه أيضا بالمقام الأول كمجلس النواب السلالية مهمة فيه، الولاء المطلق، الولاء المطلق، الإيمان بهذا المشروع العنصري السلالي الإرهابي، بعد ذلك ربما يعطوهم شيء من الأدوار أو شيء من التمثيل الذي ذكرتيه. إذن يعني أصبح حسب ما فهمت وحسب ما وجدنا حديث أعضاء مجلس النواب الموجودين في صنعاء أن المشرفون هم الأكثر نفوذا داخل السلطة تقريبا، يعني على حساب حتى المؤسسات الرسمية الشكلية لنقل. من هم؟ المشرف الحوثي. هل دمر الحوثيين مؤسسات الدولة تماما وأصبحوا دولة داخل نطاق الدولة؟ بالضبط. الميليشيا الحوثي انقلابهم ليس انقلاب طبيعي، الانقلابات تحصل في كل كثير من دول العالم، ما في أي مشكلة، انقلاب ويحل محل الدولة بشكلها القديم، الله ينور عليك، ويستبعد فقط لا غير الذين لا يولون الانقلاب وإلى آخره. هؤلاء لم يأتوا لانقلاب، هؤلاء جاءوا لاجتثاث الجمهورية والدولة اجتثاث كلي. وإلا من يفسر لي وجود مشرفين في مؤسسات الدولة؟ طيب يا أخي، المشرف هذا عينه وزير وانتهى المشكلة، يعني المشرف هذا الذي يعني اخترته مشرفا، هؤلاء المشرفون في الإدارة في الوزارة عينهم وزراء وعينهم مدراء واترك المؤسسة تشتغل بطريقة طبيعية. لا، المنهجية مختلفة تماما، هو نوع من أنواع اجتثاث هذه المؤسسات وإحلال مرجعية الولي الفقيه الذي سيرتبط ب يعني المشروع الغيبي، المشروع نعم الذي لا يحكم من خلال مؤسسات ظاهرة حتى يستطاع لأن يدار من قبل الاستخبارات، لأن مشروعهم هذا يفرق عن الإمامة السابقة. الإمامة السابقة كانت إمامة ذاتية، نعم سندت ودعمت من أطراف خارجية وجهات، لكنها كانت ذاتية الحركة، ذاتية القرار، ذاتية تنسق، ربما تنسيق خفيف. هؤلاء ليسوا إمامة، هؤلاء أدوات استخبارية بصورة إمامة. يعني مشروع ميليشيا الحوثي ليس مشروع عبد الملك الحوثي ولا حسين بدر الدين الحوثي، ولا هي مشروع المخابرات الإيرانية التي تريد أن تتحكم. ولهذا بتلحظي عندما يقولون العواصم الأربعة، عواصمنا الأربعة، عندما تذكر صنعاء كعاصمة، كعاصمة ربيع، أيوة، المفروض لا تذكر بهذه التبعية المطلقة، ولهذا هي عاصمة من عواصم الاستخبارات، وهذا الذي يراد. وعبد الملك الحوثي هو أداة من أدوات الاستخبارات، بل سأضيف لك معلومة مؤكدة بأنه هو نفسه الآن ما يستطيع عاد أن يقرر شيء، ولهذا حتى فيما يتعلق بالتفاوض مع السعودية، وأنا أعتبر الإخوة في السعودية واهمين أن يتصوروا أن المخابرات الإيرانية ستترك لهم مجال يعني مربع بسيط من مربعات، أما أن يتركوا هكذا نعم. إذن اسمح لنا أستاذ شوقي أن ينضم معنا الناشط السياسي سلمان العفيف من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ سلمان. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ سلمان. كيف تفسر ما يتعرض له النواب الموجودون في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي باستمرار من تنكيل وإهانة؟ يعني بطبيعة الحال ما هو حاصل في صنعاء، إذا ما تحدثنا عن سلطة انقلاب، إذا ما تحدثنا عن عصابة لا تؤمن بالديمقراطية، لا تؤمن بأدوات الدولة، لا تؤمن بالدولة، فتصبح هذه الممارسات كلها ممارسات يعني بديهية ومتوقعة. الحوثيون
يعتمد بشكل رئيسي على أسلوب الإذلال وتطويع كل شيء لصالحهم عبر الترغيب عبر الترهيب. هؤلاء الذين يعني يتعرضوا لهذه الممارسات ربما يعني تعرضوا لها أكثر 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 الناس، سواء كانوا يعني من العامة أو من السياسيين المعروفين يعني والنواب المعروفين. فالمسألة يعني عادية وبديهية جدا. الحوثيون اليوم يغتصبوا الدولة، يمارسون، هي هم سلطة أمر يعني فرضتها الخيانات وفرضتها هم سلطة انقلاب. إذا ما تحدثنا عن الانقلاب فيمكن أن نتحدث عن كل شيء، يمكن أن نتحدث عن الفظائع، عن الجرائم، عن كل شيء. أنا أعتقد أن ما هو حاصل الآن يعني مجلس النواب اليوم لم يعد أكثر من كونه كومبارس، يعني يمرر الحوثيون عبره كثير من الأمور، وأيضا يحاول اليوم أن يخدع الرأي العام بأنه هناك أصوات مخالفة وكذا. إذا ما تحدثنا يعني إذا ما نظرنا يعني هنا التفاصيل المذكورة عن تفاصيل صغيرة، يعني ما هو الداعي أصلا لدخول النائب إلى مجلس تشريعي مختطف من قبل ميليشيات مسلحة؟ يعني المسألة أصبحت عادية. يعني إذا كنت رضيت بأن تحضر جلسات لمجلس مختطف من قبل الميليشيات فعليك أن تتوقع أسوأ ما يمكن أن يحدث. نعم، إذن أستاذ سلمان، يعني العالم اليوم يتحدث عن السلام مع الحوثي وأهمية الحل السياسي، كيف يمكن لي يعني مثل هذا الأمر؟ هل يمكن أن يصبح سلام مع ميليشيا تتصرف بهذا الشكل؟ السلام هي الخدعة الكبرى التي حاول المجتمع الدولي الذي سهل لجماعة الحوثي أن تلتهم البلد، أن تلتهم الدولة، أن تجرف أدوات السياسة، أن تمارس يعني أبشع الجرائم. هذا المجتمع الدولي وهذا الطيف الواسع من النخبة السياسية المنبطحة التي اليوم تحاول أن تصور الوضع على أنه وضع يعني مجرد مطالب ويمكن أن ينتهي هذا الوضع مجرد سلام. اليوم نتحدث عن جماعة لا تقبل بالآخر، جماعة تؤمن بأن السلاح هو الطريقة الوحيدة لممارسة السياسة. يعني الحوثيون لا يؤمنون بالصوت الآخر، الحوثيون يريدون إقامة دولة لهم يعني والناس تابعون لهم. السلام اليوم الموجود هو أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته. اليوم نحن أمام انقلاب، ما هي الطرق، ما هي الوسائل التي يمكن أن يدفع بها المجتمع الدولي لإنهاء حالة الانقلاب الموجودة داخل اليمن؟ اليوم للأسف المجتمع الدولي يضفي شرعية على جماعة الحوثي المسيطرة على الدولة والمحتلة للدولة، يضفي عليها يعني شرعية عبر مسألة التفاوضات والمداهنات. وللأسف جاءنا تحالف كان لدعم الشرعية، وها هو اليوم يعني يداهن ويفاوض من تحت الطاولة بعيدا عن الشرعية التي هو في الأصل جاء لدعمها. نعم، إذن يعني أيضا لو تحدثنا أستاذ سلمان، يعني أن هناك لا يوجد اتعاظ لنقول من مصير من سوقهم، يعني لما لا ينظر الناس لمصير عفاش كيف انتهى وهناك العشرات من الوجاهات؟ يعني يعني هل يعقل أن أعضاء مجلس النواب الذين يدارون بهذا الشكل ويهانون بهذا الشكل لا يوجد لديهم أي مخرج، خاصة مع ما هو واضح من النهايات التي تكون مع الحوثي؟ يعني سبق وتحدث ضيفك الكريم الأستاذ شوقي القاضي عن مسألة إدارتهم بطريقة الترغيب والترهيب. النواب يتعرضوا لعملية ترغيب وترهيب شديدة، يحاول أن يطوعهم لصالحهم في كل شيء. أيضا مسألة التهديد، مسألة وهذه إذا ما عدنا إلى الوراء
سنجد أن دولة الإمامة وأن مشروع الإمامة ماشين بهذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية وهي استراتيجية فرض الأمر الواقع وفرض يعني بالقوة الغاشمة ومحاولة توظيف كل شيء لصالحها بالترغيب وبالترهيب وبكل الوسائل. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الناشط السياسي سلمان العفيف، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ شوقي. أستاذ شوقي، ما مخاطر هذا المصير للسلطة في صنعاء في حال مثلا تم حل سياسي كما يعني يتم الحديث أو أي شيء من هذا القبيل؟ كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية وقد تم تدمير السلطة الرسمية؟ نعم أختي، المخاطر كبيرة جدا جدا. يعني الآن استخدموا سياسة الإحلال فأدخلوا عناصرهم في، يعني تستطيع أن تقولي أغلب المؤسسات خاصة الأمنية. يعني المؤسسات الأمنية، الاستخبارات، القومي، السياسي، البحث الجنائي، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، المؤسسات المالية، المؤسسات المعلوماتية، الآن صفوها تماما من كل الآخرين. الذي طفش، والذي ما استخدموا أي أسلوب من أساليب الاستقطاب ولا، وإنما أسلوب الإحلال والاكتثاث. نعم. اكتثوا الأولين بأي طريقة من الطرق، نقلوهم مواقع أخرى وأحلوهم. فالمسألة ليست سهلة الآن. ألا يمكن العودة لكشوفات 2000؟ ليس بهذه السهلة مطلقا، إلا أن تعاد، أن يتفق. لكن للأسف لو أن الشرعية انتصرت، لو أن التحالف كان صادقا وانتصرت الشرعية، لفرض مبدأ كما يقال كشوفات ما قبل 2014، تعتمد ما قبل 2014. نعم. ولنا حديث بعد ذلك فيما يتعلق ب يعني دمج قواتهم وإلى آخره. في الآن ما في انتصار، والمجتمع الدولي لا يسعى للانتصار، والتحالف للأسف كذب وغدر وخان، وأنا أقولها بالفم الملآن، وأقولها للسادة والسيدات المشاهدين كما عودتهم الصدق. التحالف هو الذي إلى الآن لا زال يمنع الجيش الوطني من أن يحرر صنعاء، ويهدد أي قائد بالمصير الآن الجديد، صار الموضة الجديدة، بأنه سيحصل لك ما حصل للوحدات العسكرية في نقطة العلم. ولهذا هذا كلام واضح ليس. وبالتالي المسألة خطيرة جدا. المخطط أصلا للأسف أنه يراد أن يمكن الحوثي من هذه المناطق شمال الشمال بما فيها العاصمة، يمكن فيها. ولهذا ستكون هناك عبارة عن حلول، لكنها ستكون حلول هشة، حلول أن تعود القوى الوطنية لمن أرادت أن تعود، أن تعود ذليلة خانعة إلى أن يشاء الله كما يقال. ولهذا الأمر صعب، ليس سهل مطلقا. في حالة الانتصار سيكون الأمر سهل أن تعاد كما قلت إلى كشوفات ما قبل، لكن الآن الأمور صعبة جدا. على مستوى المدارس يخبرني يعني ملاك مدارس أهلية بأنهم حتى على مستوى المدارس الأهلية فرضوا مشرفين وفرضوا بعض المقررات، المواد قصدي المدرسين والمدرسات لبعض المواد، وفرضوا بل ويستخدموا الآن موضوع الإحلال أيضا، موضوع شراء المدرسة، موضوع تهديد إلى آخره. وبالتالي هؤلاء يكتثون. الخطورة باختصار هؤلاء يكتثون دولة. من المستفيد أستاذ شوقي من هذا التجريف الكامل لمؤسسات الدولة وخلق مؤسسات طائفية جديدة كما هو الحاصل في المشروع الاستخباراتي الإمامي؟ وأنا هنا أسميها الاستخبارات الإمامي وليس الإمامي فقط. الإمامي فقط كما سبق من أئمة السابقين، لكن هذا إمامي، يعني أدوات استخباراتية بيد المخابرات الإيرانية ومخابرات أخرى. وهذه ربما قد يتفاجأ البعض، هناك مخابرات أخرى لها علاقة في صناعة هذه الأدوات، لكن بصيغة إمامية، بصيغة إمامية تجرف الدولة والجمهورية والديمقراطية والمدنية، وتفرغ المؤسسات من محتوياتها الفاعلة. نعم، إذن ماذا عن دور المؤسسة التشريعية؟ هل نستطيع القول أنها أصبحت بالكامل خارج سيطرة الحوثيين؟ أستطيع أن أقول أكثر من 80%، لكن للأسف وقعت في فخ خذلان التحالف وغدر التحالف وخذلان الشرعية وسلبية الشرعية. يعني
رئيس هادي، نائب الرئيس، نحن في البرلمان أيضا لازلنا إلى الآن خذلنا أنفسنا، خذلنا وطننا، خذلنا هذه المؤسسة الفاعلة. وأنا أقولها دائما أن من نقاط القوة الجيش الوطني والبرلمان وعوامل أخرى. لم يتم دعم الجيش الوطني بالدعم المناسب، ولم يتم بالضبط إعطاء البرلمان بالضبط مكانته، وهو يعني مؤامرة ما عادت مخفية. كنا نوارب، كنا نقول لعل وعسى، صارت الأمور الآن واضحة تماما. وإلا ماذا يعني أن تقطع مرتبات الجيش الوطني ولا تصرف إلا لمن هم في إطار رضان، رضا، نوع من الرضا، مع أنه لو 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 أعيدت الأمور إلى نصابها ووزعت المرتبات من قبل يعني طبيعي لا عاد هؤلاء الناس، ليسوا سيئين، ولكن أنذروا بطريقة معينة، قمدوا بطريقة معينة مقابل أن تصرف لهم هذه المرتبات. أما الوحدات العسكرية، من يصدق أن تعز، أن الجيش الوطني في تعز يقع في إطار المنطقة الرابعة؟ المنطقة الرابعة يصرف لها جزء من الراتب، والجيش الوطني الذي يتبع المنطقة الرابعة ولكنه متواجد في تعز لا يصرف له. من يصدق هذا؟ من يصدق أن جيش أكثر من 8 إلى 10 أشهر لا يستلم؟ نفس الكلام في موضوع البرلمان، الفارق فقط لا غير أن البرلمان تصرف له كل 3 أشهر، كل 4 أشهر يصرف له مرتبات، طبعا نصرف من خزينة الجمهورية اليمنية. البعض يتصور أنه من التحالف، لا، مرتبات النواب، وهذه من 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 مما يشكر عليها يعني رئيس الوزراء الأسبق بن دغر، وتشكر عليها الشرعية نوعا ما في هذه المسألة، في أنها رفضت إلا أن يصرف للبرلمان. وإلا بعد ذلك ماذا بقي لنا إذا صرف للبرلمان من قبل دول أخرى، وإذا صرف للجيش من قبل دول أخرى؟ والمعركة اليوم، وهذه ليست مخفية، المعركة اليوم معركة مال. من يمتلك الآن مال هو الذي ينفق، وهو الذي له القوامة، وهو الذي يتحكم بالمشهد، وهو مقابل إفقار آخرين. يعني طيب أستاذ يعني شوقي، منذ اجتماع سيئون لم يحدث أي اجتماع نهائيا، هل كان اجتماع سيئون فقط لذر الرماد على العيون بأن سيجمع، أو حدثت اختلالات ما بعد الاجتماع؟ هو السبب كما قلت أكثر من مرة من هنا، المجتمع الدولي، البرلمان الدولي هدد بأنه إذا لم تعقدوا جلسة فسنعترف ببرلمان صنعاء برلمان رئيسيا ووحيدا. حصلت على طول بعدها، ولهذا حتى ممثلو برلمان الشرعية الحقيقي والعدد الأكبر وممثلو المختطفين في صنعاء عندما وصلوا إحدى اللقاءات البرلمانية العربية والدولية هددوا بالطرد، كانوا كلهم بأنهم ليس بالطرد وإنما سيمنعوا من المشاركة، ثم بعد ذلك توافقوا أن يبقوا ولكن مستمعين فقط لا يحق لهم. ثم أنذرت الشرعية بأنه إذا لم، هذا السبب الرئيس، رأت الشرعية أنه جاءت مناسبة أيضا لتغيير هيئة رئاسة المجلس بدلا من أن تبقى الهيئة الرئاسية المختطفة في صنعاء. انعقدت جلسة سيئون، عاد النواب إلى دورهم الحقيقي، خرجوا عن النص كما يقال، بدأوا سيناقشوا قضايا، وهذه ليس سرا. وهذا أيوه، هذا الله ينور عليك، هذا أقلق الكثير، أقلق الرئيس هادي، وأقلق التحالف، وأقلق مراكز النفوذ، وأقلق لوب الفساد في الشرعية. أقلق الرئيس هادي، وأقلق التحالف، وأقلق لوب الفساد في الشرعية، أن هؤلاء النواب لا يمكن السيطرة عليهم. وأنا هنا أشيد بزملاء النواب الذين وإن كان هناك شيء من الإشكال في البعض، لكن مجموع النواب لن يخذلوا جمهوريتهم، ولن يخذلوا يعني ولن لا يمكن يتخلوا عن دورهم الحقيقي. ولهذا كانوا في سيئون رفعوا السقف وطرحوا قضايا خارجين عن النص، بعد ذلك كأن القرار احلى أدأني كما يقول المصريين، لو عاد اجتمعت تاني. إلى الآن مش قادرين عاد نجتمع، لكن وهنا نقطة مهمة، أحمل الوزر مجلس النواب، سأعود إليك رئيس المجلس وخاصة بعد المذكرة التي تم رفعها من قبل 9 نواب. ولكن اسمح لنا أن نضم معنا المحلل السياسي الدكتور فارس البيل. مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. ينضم معنا الدكتور فارس من القاهرة. إذا دكتور، الحوثيون يبطشون بأعضاء مجلس النواب، وشاهدنا العديد من الشكاوى والنقاشات التي حدثت في اجتماعاتهم، كيف تفسر هذا الأمر؟ هو في الحقيقة ميليشيا الحوثي تؤدي رسالة تدميرية مهمة، ليست عفوية بالمطلق. كل ممارساتها منذ أن اتجهت نحو صنعاء لإسقاط الدولة تسير على وتيرة واحدة لهدم بنية الدولة بكل مؤسساتها المعنوية والمادية أيضا، وهدم البناء الهيكلي الذي ربما اكتسبه المجتمع اليمني خلال الفترات الماضية. مجلس النواب كان هو الورقة الأخيرة في هذه الهيكلية، هو العلامة المتبقية لهيبة الدولة، لمكانة الدولة، لوجود الدولة. لكن للأسف أرادت ميليشيا الحوثي في لحظة ما أن تستغل هذا المجلس بحكم أن يكون ورقة سياسية أن تفاوض بها، أن تقدم نفسها أمام المجتمع الدولي على الأقل. لكن في ذات الآن هي عطلت مجلس النواب تماما بالمطلق، ولم يعد له من أثر قانوني حقيقي بالمعنى. إذن دكتور، يعني برأيك لما لا تقبل حركة الحوثي أي حليف أو شريك؟ أنا أعتقد أن ما يحدث هو رسالة عميقة تريد ميليشيا الحوثي أن تذل كل ذي شأن في اليمن، أن تذل كل من يكون له علاقة بالمؤسسة، علاقة بالدولة. هي ليست رسالة عفوية كما قلت، إنما هي تهديم ممنهج لكل مؤسسات الدولة ولكل قيمها المختلفة. نعم، لو تسألنا دكتور أن حركة الحوثي لا تقبل بأي حليف أو شريك لها في السلطة، وربما شاهدنا ما حدث لصالح ولغيره من الحلفاء من القبائل وغيرهم، لماذا برأيك؟ ببساطة لأن الفكر الأيديولوجي لا يقبل أن يكون هنالك منافس له بالمطلق، وإذا ما تحالف في فترة ما مع طرف أو مع فكرة أخرى فإنه تحالف مرحلي، تحالف نفعي براغماتي في كل الأحوال، وهذا ما حدث في الحقيقة. الأفكار الأيديولوجية المتطرفة هكذا تمضي عبر التاريخ، لا تريد إلا أن تكون هي وفقط، والآخرون هم الاختلاف عنها. الفكرة الأيديولوجية هي دائما ترى أنها رأس، وبالتالي لا يمكن لأي طرف آخر أن يكون مناوي أن لها أو منافسا، لذلك هي تزيح من أمامها كل الأطراف دون أن تعي طبيعة التحولات في المجتمع، طبيعة التحولات في الزمن، طبيعة المتغيرات في الحياة مطلقا. رأينا كيف مارست ميليشيا الحوثي من إقصاء، هي في الحقيقة استفادت من كل الأطراف، استفادت من المؤتمر الشعبي حتى فرغته من محتوى صالح من كل قوته، حتى نزعت كل مخالبه ثم تخلت عنه أو تخلصت منه. هكذا هي تسير كفكرة وكمشروع تدميري لا يريد أن يكون إلا هو، ولا يريد أن يبقى في السلطة إلا هو، لأنها بالمختصر ليست صاحبة فكرة سياسية، وليست صاحبة تجربة سياسية، وليست صاحبة فكر يمكن أن يتعايش. إذا كانت ترى أنها هي الأحق بحكم الناس والبقية الناس هم عبيد، فإنها بالتالي من الطبيعي أن تنظر إلى نفسها على أنها السائد والباقي هو المختلف، أن تنظر إلى نفسها إلى أنها المتحكم والباقي ينبغي أن يكونوا سدنة أو عبيدا لها. وهذا هو منوال وديدا هذه الميليشيا. الخطاب الداخلي حتى وإن كانت لا تظهر هذا الأمر بشكل واضح وبشكل علني، لكن الخطاب الذاتي، الخطاب الداخلي، الخطاب الأدبي لهذه الميليشيا يتضمن هذه الفكرة بشكل فج وبشكل واضح وعميق للغاية. نحن أمام ميليشيا خارج إطار الحياة السياسية، خارج إطار الحياة الفكرية والثقافية، وبالتالي ترى أن دورها في الحياة هو أن تبطش بكل أحد وأن تستولي على كل شيء ثم تدوم لها الحياة هكذا. هي تتصور أنها قادرة على البقاء لوحدها. طبعا ساعدتها في هذا الأمر كثير من المقتضيات، كثير من العوامل في اليمن، كثير من حتى حالة ضعف البنية الوعي الثقافي والديني نوعا ما لدى كثير من اليمنيين،
وحالة الجهل المتفشي في كثير من المناطق، طبيعة التركيبة السكانية في اليمن، كل هذه العوامل أدت إلى أن تبقى هذه الميليشيا في هذا الزمن للأسف في هذا الزمن المنفتح والمتطور، وتبقى هذه الميليشيا تسيطر وتستمد قوتها من هذه البيئة المخربة، من هذه البيئة الفوضوية، بعد أن هدمت كل المؤسسات وبعد أن وضعت الكيان الذي تريده والصورة المرعبة التي تريد أن توصلها لكل الناس بما فيها كل هذه الاستفزازات وبما فيها كل هذا الإحلال للبطش، تجعل من البطش ومن صورة الرعب هي الصورة الذهنية عنها لدى اليمنيين، وبالتالي تمارس كل هذا الغرور وكل هذا التجبر بكل هذه الإمكانيات من أجل هي تتصور أنها بهذا الشكل ستدوم أكثر وبأنها ستستمر، لكن مقتضيات الزمان ودروس التاريخ والعبر تؤكد لنا أنه مثل هذه الحركات لا تدوم، لكن ينبغي أن نعول أيضا على أن يكون هنالك وعي كبير لدى اليمنيين تشترك فيه كل القوى السياسية، تغادر خنادق الخصومة والأنانية والذاتية وتنطلق إلى مربع رفع الوعي لدى الناس. ستنتهي الحرب اليوم أو غدا، لكن ستبقى معركة الوعي لمواجهة مثل هذه الأفكار المتطرفة طويلة وطويلة للغاية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فارس البلال المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. لو عدت إليك أستاذ شوقي وتحدثنا عن موقف التسعة الأعضاء الذي يعني كان لهم موقف مغاير ربما، إلى أين وصلتم؟ بالنسبة لل يعني مجلس النواب، عندما نقول مجلس النواب أقصد به مجلس النواب الشرعي الذي يمثله أعضاؤه بالأغلبية الكبيرة جدا. للأسف كما قلت لك أن المجلس استعصى على الارتهان، لأنه لا تستطيع قوة أن ترهن أو أن تسيطر على هذا العدد الكبير. تستطيع أن تهيمني على وزير، على لكن مجموع نواب أداتهم هي الصوت وليس المشروع. يعني وزير تستطيع أن تقول للوزير إذا لم تفعل كذا وكذا سأوقف عليك الموازنة وبالتالي لن تستطيع أن تفعل شيء، انتهى دور الوزير. النائب معه صوت فقط لا غير، عنده تشريع، عنده مراقبة. الأمر الآخر أيضا النواب كتل متباينة مختلفة، لا يمكن مطلقا أن تجتمع على ضلالة، وبالتالي استعصت على الهيمنة والاستحواذ، ظن البعض أنهم يستطيعون، فبدأت المرحلة في أنهم عندما رفضوا عبارة في بيان رفض النواب، رأيناها أنها لا تليق بنا كنواب أن تكون في البيان الذي صدر عنا، أرادت بعض الجهات أن تسللها، رفضنا تماما. بدأت النظرة، جاءت جلسة سيئون، جاءت قوية جدا، نوقشت قضايا، فتح ملفات في موضوع الفساد، وبالتالي أقلق. اليوم المجلس لا أخفيك بأنه أعيق، كانت هناك نية، بدأت ترتيبات لعقد الجلسات في محافظة الجنوبية وبالتحديد في عدن، أعطيت هيئة الرئاسة ضوء أخضر بأنهم يوجدوا مقر لهم، لكن الأحداث الأخيرة يبدو أنها نكثت ونقضت كل تلك الاتفاقات، واليوم المجلس معاق، لكن أحمل المجلس مسؤولية عدم انعقاد نفسه. يستطيع المجلس لو يستطيع أراد. يستطيع لو أراد، ولهذا أحمل رئيس المجلس وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل، ثم أحمل المجلس كله، لكن هؤلاء صناع قرار، نحن أعضاء المجلس جاهزون. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.